يعني صباحنا اليوم مميز لأنه في أخبار فنية وقصص مشاهير دائما بتنطروها لحتى تعرفوها مع هدى اللي انضمت لنا بالاستوديو. صار الوقت لحتى نقلها صباح الخير يا هدى. صباح النور يا رغد. بونجور ورد، كيفكم اليوم؟ تمام، انت كيفك؟ منيحة الحمد لله، نشكر الله. الأحد كان معي كل شيء جديد بالوسط الفني من أغاني وهيك تفاصيل. هلأ اليوم أكيد لا يخلو من الجديد، بس لا يعني ما بيحق لي ابدا اني بلش هاي الفقره من دون ما اوجه احر التعازي لكل عائله وجمهور الراحل اسامه الروماني. سنه صعبه، سنه قاسيه، بلشنا فقدان يعني كثير. الوسط الفني السوري عم يخسر اسماء للامانه بهي السنه عريقه وكبيره. اتمنى يكون اخرها بهي السنه على القليله يكون الفنان اسامه الروماني، الله يرحمه يصبر عائلته. أكيد تفاصيل التشييع والدفن كلها أكيد حيكون في تغطية لكاميرا سما، حتكون أكيد موجودة مع كل الفنانين يلي بيحترموا التاريخ العريق يلي قدمه الفنان أسامة الروماني. رحمة لروحه. آمين يا رب، الله يرحمه. أكيد ويصبر كل العائلة ويصبرنا نحن اللي منحب الفن، يلي نحن راكدين ورا الفن السوري. قديش كنا سعيدين بهالرجعة بعد غياب طويل، ولكن هيك الدنيا. يلا سنة الكون والله يرحمه، وترك أرشيف يعني طبعاً منذ القدم، من يمكن ببدايات طبعاً التلفزيون طبعاً السوري كمان، والمسرحيات المسرح السوري مع الأسماء العملاقة الثانية. الله يطول بعمره ويرحم اللي توفوا منه. طبعاً هذا اللي بيصبرنا ورد، والله الفنانين ما حدا منهم بيرحل إلا بيكون تارك إرث عريق عم يشتغل عليه كل سنوات حياته. بس مثل ما قلنا الحياة بدها تمشي، والحالة الفنية أو العجلة الفنية هي مستمرة وبتضل دائما عم تنتج. هذا الهدف منها دائما. فأول خبر لفت لي نظري مبارح، أنا هيك عم بحبش لكم على الأخبار، وكان للأمانة هو الأهم، هو رجعة بسمة بوسيل للغناء. هاي بعد الانفولو لتامر حسني، انفولو فور لايف، تماما بعد الطلاق والانفصال الواضح. طبيعي جدا العالم تربط رجعتها بانفصالها فيه، طبيعي لانه كان سبب الطلاق هي قالت باحد اللقاءات انه هو ما طلب منها بشكل واضح او مثل امر انه تعتزل الفن لحتى تهتم بالاولاد، ولكن كان بقرار مشترك بينها وبين تامر حسني. فكانت الرجعة، وكثير كانت الناس متوقعة هاي الرجعة إذا صار في انفصال وطلاق بين بسمة وبوسيل. رجعت بسمة هذا الصوت المختلف بالوسط الفني. هي أساساً حتى بفترة زواجها من تامر حسني كانت تغني لمعظم أغانيه وتنزلها بصوتها تماماً، سواء كان على المسرح أو حتى تسجلها وتنزل مثل كفرات أساساً أغلب الفنانين عملوها. فهي شو حبت الرجعة؟ حبت أكيد بأغنية لهبة طواجي نزلتها، وأنا جبت لكم إياها معانا. كمان الأغنية بتنقل نضوج بسمة. مين يلي بيختار؟ هي هيك اسم الأغنية للفنانة هبة طواجي. تماماً. فالنضوج أكيد باين على بسمة، وهي أساساً نزلت صور من الاستوديو في مجموعة أغاني عم تتحضر وعم تتسجل. الرجعة معلنة بشكل واضح وصريح، وبصراحة أنا من محبي صوت بسمة، وفي عندها جمهور كتير كبير. القوة هلأ ترجع تعمل هذا الاسم، لأنه في كتير ناس اتهموها أنها هي انشهرت بسبب ارتباطها بتامر حسني أو كملت بالشهرة لحد اعتزل. تماماً، أنه انشهرتي فترة بعدين زوجتي فنان مشهور، فأكيد انتي نجمتي على اسمه. بالعكس هذا تحدي صراحة. ايه؟ شو بدك تعملي هلأ بعد ما انفصلتي عن هذا الاسم؟ عن تامر حسني يعني، تامر حسني اللي مكسر الدنيا كان. هلأ بحكي لكم شو صار. وعندك حكاية كتيرة اليوم. ايه طبعا اكيد. فتعوا نسمع رجعة بسمة، ونحن بانتظار اكيد الجديد حيكون اكيد بهذا الصيف. هي الرجعة لبسمة مهمة جدا للحفلات للأغاني، ومثل ما قلت في جمهور كتير كبير بحبها وناطرها. تعالوا نسمع كيف حبت ترجع لجمهورها من خلال دقيقتين، بس هي مميزة واختيارها كان مميز ولابق كتير لصوتها. تعالوا نسمع الأغنية سوا. شو حلوة الكلمات، شو حلوة النهايات. شو عم يعمل ورد تحت الهواء هيك الفوكاليز كله طلع. أنا متذكرة لبسمة بوسيل من ستار أكاديمي الأوائل، هي كان أول موسمين أو أول موسم ما بعرف، ما بظن الموسم اللي بعده. قديمة بقى، كثير قديمة. فغنت غنية أغنيتي للطفل والطفولة طبعاً، وكانت بداية الأزمة السورية يمكن الله لا يعيدها. فكتير مؤثرة كانت، وكان في بالاستوديو سوريين وكانوا قاعدين
فبنصحكم تشوفوها باليوتيوب. ايه طبعا هذا المقطع كتير جميل لبسمة وشهرها ووصل لنا صوتها. اكيد هي فعلا تستحق الرجعة، صوتها جميل ومختلف عن الوسط الفني، فنحن بانتظار اغاني تكون مناسبة لهذا الصوت ولهي الرجعة ولهذا التاريخ. يعني هي كمان أكيد. اسم علق بذاكرتنا نحن اللي تابعنا ستار اكاديمي، هذا الجيل الذهبي جيل ستار اكاديمي طبعا. خبري التالي هو أكيد عن زواج مريتا الحلاني. هالتحضيرات سواء كان توديع العزوبية أو تحضيراتها لليلة العمر، هلأ يبدو هي كتير عم تعمل هاي الأمور بسرية، لأنه بعد توديع العزوبية يعني مثلا بعد بيومين نزلت لنا الفيديوهات، بارح على إنستغرام نزلت تحضير ليوم العرس، فهو كان وما عم يرضوا يقولوا المواعيد، فكان كل التعليقات أنه أكيد مبارح كان عرسها. هلا ايمتى بنتاكد من هذا الموضوع؟ بس ينزلوا اكيد مقاطع من العرس والديت تماما، فليبين هي التفاصيل. اعتقد بهاليومين نحن رح نعرف ماريتا اذا فعلا دخلت القفص الذهبي وصار في عرس. بس هي ماريتا من النوع، من وقت اللي بلشت على فكره هي حدا جدا سري بعلاقتها الشخصيه، ما بتحب تحكي لحدا التفاصيل. وبعد ما انتشرت هدول مجموعه الفيديوهات عن توديع العزوبيه حكوا بقى التفاصيل، ونزل اكيد تقرير مفصل عن الاعلام اللي كان موجود هنيك، بس ما نزل غير لبعد بيومين. فانا كمان اعتقد العرس ما حينزل غير لبعد بيومين. انا عرفت انه التحضيرات عم بتكون بسبب صفحه ماريتا اكيد على انستغرام، يلي عم بتحب بتوثق كل التحركات وكل شيء تنزله على صفحتها. هي اساسا حدا كثير قريبه من السوشيال ميديا وكثير بتحب تعمل هذا الجو لها، او صفحتها كثير فايته بالسوشيال ميديا، هذا مناسب لعمرها اكيد ولفنها، وهي بتحب هذا الموضوع. بس جمالها وهدوءها واكيد دموع عاصي الحلاني كانت هي المسيطره للصراحه على كل فيديوهات توديع العزوبيه لماريتا. نحن أكيد نتمنى لها التوفيق، نحن بانتظار جديد، لأنه ماريتا عملت هذا الخط المختلف عن عائلة الحلاني، يعني سواء كان والدها أو حتى أخوها الوالد الحلاني، صوتها مختلف وهي شكلها مختلف، أخذ هذا الستايل الرومانسي بالعائلة. إطلالتها مثلها بتشبهها فعلا، إطلالتها بتوديع العزوبية كانت كثير حلو، هذا الفستان الناعم اللي كانت لابسته. وتحضيرات العرس مبارح نزلت الفيديو، أنا جبت لكم إياه مع رفقاتها ومع أختها أكيد دانا اللي هي مسؤولة عن كل تفاصيل سواء كان حفل توديع العزوبية أو حتى العرس. دانا هيك مو بس بتطبخ وشاطرة بالطبخ، هي كتير بتهتم بتفاصيل الديكور والأزياء، شكلها فاتة بكل هاي التفاصيل مع عائلتها. فتعوا ورجيكم مقتطفات أكيد من حفل توديع العزوبية، والفيديو اللي نزلته مبارح عم تخبرنا أنه عرسها يبدو خلص صار. تعالوا نشوف سوا هذا الخبر المنتظر، هذا الخبر يلي مسيطر على السوشيال ميديا، يلي مسيطر على أشقائنا بالأردن. أكيد زواج الأمير حسين ولي العهد هذا اللي مسيطر أكيد. مبارح كان بداية الحفلات بهاي ليلة العمر، أو بالهاشتاج اللي انشهر جدا صار له 10 أيام اللي هو هاشتاج نفرح بالحسين. كان أول، هلأ مو أول، أنا جايبت لكم مجموعة من الأخبار تخص أكيد عرس الحسين ولي العهد. البداية خليني أقول مع الفنان ملحم زين. ملحم زين أكيد عنده تحضيرات هلأ لميني ألبوم، قبل ما قلكم شو عمل إهداء وهدية للحسين، عنده ميني ألبوم حيتم إصداره قريباً في تعاون جديد مع مروان خوري. الحمد لله، لأنه يا سلام على الصوتين والألحان وعلى لأنه أنتوا تتخيلوا عملوا أغاني كتير حلوة مع بعض وما عندهم كتير هذا التعاون، فأنا كتير من مشجعي أنه يرجع ملحم زين مع مروان خوري، جميلين مع بعضهم أكيد. في عنده هلأ تحضيرات لحفل مهرجان بعلبك، ما فينا نقول بعلبك من دون ملحم زين، ما فينا طبعا. التحضيرات خيال من هلأ مبلشة، ومهرجان بعلبك بتموز يعني قبل شهر تقريبا. بس أهمية هذا الحفل حتى بسموها بلبنان، ملحم زين مسمي مهرجان بعلبك ليلة العمر، فقدش مهتم أنه يغني لجمهور بعلبك أكيد طبعا. أما بالنسبة لأغنيته اللي هي أمر حزيران يلي أهداها لولي العهد الحسين، في قصة كتير سريعة رح لكم إياها. منتج هاي الأغنية أكيد عنان عواض حب يكتب هالأغنية ويهديها للملكة رانيا بزفاف ابنها ولي العهد أكيد الأمير حسين. فقصتها كتير حلوة، عملوا لقاء أكيد مع منتج هاي الأغنية، وقال في مقطع انتشر كتير كتير جميل لولي العهد الحسين عم يحكي كيف تعرف على رجوة، زوجته رجوة، فقال بسبب هذا الكلام كتبت هاي الأغنية. أنا جبت لكم أكيد المقطع يلي حكى فيه الأمير حسين عن زوجته رجوة وكيف تعرف عليها وشو سبب أمر حزيران. ولكن ليش بصوت ملحم زين؟ لأنه
المنتج هاي الأغنية بيعرف من زمان إنه الملكة رانيا تعشق صوت ملحم زين، فطلب منه يغنيها، وفعلا هاي الأغنية كانت إهداء، ليست بطلب من الأسرة المالكة أبدا، ما أنا بطلب، هو هيك إهداء مثل محبة، عربون محبة للشعب الأردني. ودقت له أكيد الملكة رانيا لملحم زين طبعا لملحم زين وشكرته على جمال هالأغنية. تعال نشوف كيف تعرف الأميرة حسين أو سبب أغنية أمر حزيراني اللي تغنت بصوت ملحم زين. أجل لكم مقطع كتير صغير منها لأنه هي تقريبا نزلت وش الصبح، فما أنا جايبين كل الأغنية، جابت لكم مقطع صغير يلي انتشر قبل ما تنزل أغنية أمر حزيران كاملة. تعالوا نشوف سبب الأغنية ومقطع منها. كيف تعرفت على ستي أنا زرجوان؟ لا إحنا الحمد لله قصتنا بسيطة، يعني أنا كان عندي زميلة في المدرسة صاحبة رجوة، وتعرفت على رجوة من خلالها يعني. وعلى فكرة ما حكينا أو شفنا بعض لفترة بعد ما تعرفنا، وكان في يوم هيك إشي ذكرني فيها وقررت أسأل عنها، وسبحان الله صار النصيب. والله الحمد لله. أنا بعتبر حالي محظوظ لأنه مش كل يوم الواحد يتعرف على حدا زي رجل. ما شاء الله. يعني هاي العرس قرب، و يعني الحمد لله مرتاحين ومتحمسين، والله يبارك فيك ونتمنى السعادة والفرح. وبسحرك اللي خلي الناس تصلي على النبي الهاشمي والزغاري تتعلي. يا قمر حزيران اللي نورت كل مكان، ليلي ست العواصم اتزينت. ان شاء الله الأغنية اجواء فرح وحب وهيك وجمال. كلماتها اغنية كتير، الامير الميهوب والمحبوب اكيد عم يحصد هذا الحب من شعبه بالأردن. صوت ملحم زين مختلف. أنا مين بده يعمل لي غنية بعرسي؟ حقلك هلأ عنا راغب علامة. ورد أنت الكل بده يغني لك يرقص لك بعرسك. أنت بس اعملها، أنت بس انوي 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 ما عليك. أكيد الفنان كمان راغب علامة اللي كان مبارح عنده حفل مهم جدا بالأردن بمناسبة أكيد زواج ولي العهد الحسين وتامر حسني. راغب كمان نزل أغنية لولي العهد اهداء منه اكيد للاسره المالكه. في حب كتير كبير من الوسط الفني لا اكيد للملكه رانيا وللامير والملك وولي العهد وكل هاي التفاصيل. الحب باين سواء كان بشعب الاردن او حتى الوطن العربي. عرسهم حيكون بواحد حزيران. بلشت مراسم الاحتفال من امبارح، وصار له بصراحه 10 ايام الحنه وهي التفاصيل. نحن اكيد حنواكب كل شيء فني بيصير بهذا الزفاف الملكي والاسطوري. أما آخر خبر معي لليوم هو عن الديفا هيفا وهبي يلي ما بدها تكبر، ما حد ولا بدها تصير غلطة. ولا غلطة بالشكل. يا ربي يا رب نصير هيك. يا رب. جميلة جدا هيفا وين ما حلت، جمهورها محب جدا، فكيف إذا كانت بين جمهورها بمصر؟ سبحان الله عندها حب كبير بمصر، جمهورها بمصر يعشق هيفا وهبي بيحبوها. أنا جابت لكم، ما جبت مقتطفات من الحفل لأنه يمكن أغلبكم شفتوا للصراحة، أنا بس شفت جبت لكم كيف فاتت هيفا وهبة لحتى تحيي حفل ممشى أهل مصر. العالم عم يحكوا معاها، يعني تخيل أنه أنت حدا كتير بتحبه فأنت بتحكي هيك بطريقة كتير لطيفة، أنه قديش حلوة قديشك عفوية قديشك جميلة. وهي فعلا كانت جميلة، سواء كانت بإطلالتها باختياراتها لللوك بالرقص بكل شيء بكل شيء، هي ما فينا نختلف أنه هي نمبر ون بالجمال أكيد. ولا غلطة مثل ما عم نقول. أكيد هلأ عم ينعرض لهيفا حاليا فيلم رمسيس باريس اللي يعني بيحقق نجاح. هلأ أوكي في كتير شوي انتقادات، في انتقادات على هذا الفيلم ما كان ضمن التوقعات كونه اسمها الديفا فيه، بس بحبوا هيفا كيف شو ما عملت وشو ما ساوت، والرجعة أكيد باينة. ولكن إذا في تحضيرات أغاني جديدة ما خبرتنا، ما قدرت تخبر هيفا بعيدة عن العالم. مفاجآت هي دايما هيك. فأنا أكيد جبت لكم كيف وصلت لحتى تحيي هذا الحفل يلي كان ترند خلال الأيام الماضية، حفل مهم جدا وإطلالتها كانت الأجمل من كل الحفلات اللي صارت الفترة الماضية. وجبت لكم تيجي لحتى هيك ربوقكم على الأخير. أنا إن شاء الله أشوفكم الأسبوع القادم. إن شاء الله. شكرا يا هدى، يسعد صباحك. صباحك يسعد صباحك. شكرا، تفضل.